عايز اروح على التليفون ومعانا عضو مجلس او عضوه مجلس النواب نائبه اميره العدلي. اهلا بيك يا سياده النائبه. اهلا بيك يا يوسف. عامله ايه؟ كله تمام؟ يعني تعازينا في الاول وفي الاخر بالتاكيد. طبعا تعازينا، ويعني انا مش عايزه اقول لك انه الخبر النهارده على قد ما هو صادم وعلى قد ما انا سمعت ردود الافعال بنفسي من مواطنين كتير قد ايه الخبر وقع صادم عليهم، لكن ده بيدل له دلالات كثيره وقرايه في المشهد ان احنا امام محاولات يائسه من جماعه تقريبا فقدت كل ما لديها. طيب أميرة، يمكن أنت واحدة من الشباب المصري اللي مارس السياسة في معتركها الطبيعي من خلال أحزاب قبل 2011 وبعد 2011 مرورا أو وصولا إلى وجودك داخل مجلس النواب كعضوة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا تم تجسيد شخصيتك في بعض من مشاهد مسلسل الاختيار. أنت اختبرتي الجماعة إذا صح التعبير، شفتيهم وتعاملتي معاهم وكنت جزء من الحركة الديمقراطية المصرية المناهضة للجماعة، شفتي الاختيار في أي إطار؟ هل الاختيار عرض الواقع الحقيقي ولا زي ما بتصر الجماعة وأبواقها دلوقتي على بعض المنصات يقولك لم نكن بهذا السوء ولكن الاختيار ده ضرب من ضروب الخيال؟ لا طبعا، لا طبعا، الاختيار بالوثائق اللي عرضها بجزء كبير من الواقع اللي رصده، احنا عشنا اكتر من ده يا يوسف، واعتقد انت كنت موجود معنا في اوقات كتير داخل الميدان. يعني انا من الناس اللي اشتغلت سياسه من قبل حتى 2011، مظبوط، يعني وبعرف جماعه الاخوان من قبل 2011. الحقيقه ان انا كنت من الناس اللي من اول لحظه كان عندها يقين بان هذه الجماعه لا تحمل ابدا الخير لمصر وانها ما ينفعش توصل للحكم. لكن في النهاية انت وصلت في المشهد في انتخابات انك كان لازم ترضخ للصندوق، اذا تم اختيار محمد مرسي فخلاص، يعني انت بترضخ للديمقراطية والصندوق مهما كانت نتيجته ايه. لكن حقيقة السنة اللي احنا عشناها في الشارع كانت من اسوأ السنين اللي مرت على مصر. احنا كنا مهددين في كل لحظة، احنا صحيح. كنا بنسمع بودننا وهم بيتكلموا عن العنف وعن إراقة الدماء وعن فكرة انه احنا قاعدين معاكم 300 سنة واحنا مش هنمشي من البلد دي بسهولة، وتكفيرك وانك علماني وانك ضد الدين وان اي حد بيعترض على اي مسألة ليها علاقة بالقانون او التشريع او اي تصرف او الهيمنة على الدولة او السطو على الدستور ان انت كافر، ان انت ضد الشريعه الاسلاميه، ان انت ضد وجود الدوله الاسلاميه. لكن احنا كنا قدام ناس لا تؤمن بالوطن ولا تؤمن بالمواطنه ولا تؤمن بالمواطنين، وكانوا شايفين المصريين مواطنين درجه ثانيه، وان اي حد مختلف معاهم في الراي هو بالطبع كافر ويعني ودمه مباح. يعني احنا في اوقات انا فاكره كويس جدا يعني الجمعه الشهيره اللي كانت السنه التحرير بتاعه الشريعه، يعني دي كانت جمعه احنا كنا بنسميها جمعه قندهار، كانت من اسوء الايام انك تشوف ميدان التحرير بالشكل ده، يعني كانت صدمه، وده كان قبل وصول الاخوان للحكم. غير طبعا المشاهد اللي احنا شفناها عند مكتب الارشاد، غير التعذيب اللي حصل على الاسوار الاتحاديه اللي هو رمز للحكم في مصر. لا لا حقيقي، يعني اللي تعرض في الاختيار هو جزء كبير من واقع المصريين شافوه بعينيهم. صحيح صحيح. أنا بشكرك مرة تانية أميرة، كل الشكر لنائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب.